تحت شعار معرض حكاية، مجموعة إبرة وخيط تفتتح معرضها للأعمال اليدوية وبمشاركة سيدات منتجات في تطوير المجتمع، وتم ذلك بالتزامن مع تقديم ندوة توعوية لأهمية ممارسة اليوغا في هذه الأنشطة، وذلك في المركز الثقافي بدمشق. خلال الفعالية تم تقديم أعمال من التطريز والمشغولات اليدوية وإعادة تدوير ما يتوفر من خامات تشكل لنا أروع اللوحات والستائر للاستخدام في الأساس المنزلي. المشروع بدأ مع خلايا النحل، وبعدين عملنا مجموعة لحالنا سميناها إبرة وخيط، ونحن ما بنشتغل إلا بالإبرة وخيط، ما في مكانات، ما في آلات تشتغل. هذا الشغل يعني أولا بيريحك، إذا كنتي مزعوجة بلشتي وتعمل شيء بتحبيه بيريحك من ناحية نفسية يعني، وبنفس الوقت بيعبي الوقت. يعني نحن أغلبنا متقاعدات يعني وقاعدين بالبيوت، فهذا الشغل كان كتير وهو إحياء لتراث. كل سنة بنعمل معرض لمجموعة إبرة وخيط، صلنا 7 سنين تقريبا. كل سنة بنعمل معرض بيتميز المعرض بأنه له صفة معينة. السنة معرضنا حمل اسم حكاية، حاولنا أنه نطور شغلنا بإعادة تدوير الأقمشة، أنه نعمل نحن لوحة قماشية بتعبر عنها السيدة السورية. دخلنا فيها القماش التراثي، دخلنا فيها غباني، دخلنا صايا، حاولنا انه كل سيدة تعبر عن نفسها من خلال هاللوحة القماشية. اكتر شيء هلا عم بعمل لوحات من ضمن الطبيعة، عم باخد مناظر طبيعية، بتعرفي السماء، لون السماء، لون الجبال كلياتها، الفراشات، العصافير، كل هذا بتعني لنا كل شيء. عم بستفاد من اكتر شيء من الوان الطبيعة. وبعد هذا العرض الفني للأعمال انتقل الحضور لقاعة الورشة الخاصة في رياضة اليوغا، فهي بمثابة تمارين للسيدات حتى يتخلصن من أساليب الحياة الخاطئة خلال تنفيذ أعمالهم المتعددة. حنحكي عن اليوغا وارتباطها مع العمل اليدوي، كيف العمل اليدوي نفسه هو يوغا إذا تعاملنا معه بنفس نفسية اليوغا، ناحية التنفس، ناحية الاسترخاء، ناحية الوعي، وكيف هو بدنا اليوغا بتساعد اللي عم بيتمارس هذا العمل أن تستفيد من إمكانيات جسمها لأبعد الحدود، بحيث أنه ما تأذي ظهرها، كتافها، إيديها، أصابيعها، عيونها، بالعكس ظل عم تستمتع بهوايتها بشكل مريح ومفيد لألها ولغيرها. يبقى للسيدة السورية بصمة فاعلة ليس فقط في الحياة اليومية داخل الأسرة، ولكن أيضا في المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والقانونية وغيرها.